بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير، صباح يستفيق من ثغركم الوضاء نورا وبهجة. أهلا بالجميع وبكل من يتابع برنامج قهوة الصباح في إطلالة متجددة وفي مشوار صباحي أول خلال هذا الأسبوع الذي نرجوه أن يكون أسبوعا حافلا بالعطاءات والإنجازات والنجاحات لهذا الوطن الغالي في مختلف المجالات والميادين. تحية صباحية من القلب إلى القلب لكل من يتابعنا، لكل من يشاهدنا، لكل من يستمع إلينا عبر الأثير، عبر التردد 106.5، من يتابعنا في هذه الأثناء أو من سينضم تباعا إن شاء الله تعالى ليواصل معنا المشوار. إذن أهلا بالجميع بطاقم العمل وبضيوفنا الأكارم وبكم أنتم مشاهدين الكرام، ومباشرة على الشاشة أبرز محطاتنا في حلقة اليوم. ستكون لنا وقفة أولى نتحدث فيها حول أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال في فقرة درر صحية. فقرة الصحافة وكالعادة باقة متنوعة من العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية نستعرضها لكم. ووقفة أيضا نقضيها مع مبدعات في حرفة الفخاريات. وحديث أيضا سيجمعنا مع فريق حلاحل بني غيث للمسير الجبلي. وفي فقرة عالم المدارس مع الزميلة فايزة السلطية وملتقى برمجيات تدريس العلوم. إذا مشاهدينا الأحبة كانت تلك يعني أبرز المحطات والفقرات الحاضرة في حلقة اليوم، إضافة إلى كل ذلك تقارير منوعة من هنا وهناك محضرينها لكم طاقم إعداد هذه الحلقة اللي نوجه لهم كل الشكر والتقدير. إلى فاصل نتعرف فيه على حالة الطقس وبعدها مباشرة ننتقل بكم إلى فقرة الصحافة، فخلوكم معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدين الأحبة، صباحكم نور، صباحكم ثقة مؤمنة بأن ما مضى هو خير وما هو آت سيكون أجمل وأفضل بمشيئة الله. إلى فقرة الصحافة والابتداء مع جريدة عمان. يلتقي جلالة السلطان رئيس وزراء الهند، يبدأ زيارة للسلطنة اليوم. خليفة بن المرداس لعمان، دراسة إنشاء مطار إقليمي بمسندم وإقامة أول حزمة لسيارات الأجرة العام الجاري.
ومبادرة لوزارة الصحة لافتتاح عيادات إدارة السمنة في المحافظات. من جريدة عمان أيها الكرام ننتقل بكم إلى جريدة الوطن التي فيها أيضا أبرز العناوين: الإعلان عن تأسيس المجموعة العمانية للطيران لإدارة الاستثمارات والبنية الأساسية للحكومة في القطاع. الكشافة والمرشدات تحقق المركز الأول عالميا في المخيم الكشفي العالم 60 لهواة اللاسلكي. وملتقى سينما الطفولة يستعرض تجارب سينمائية عمانية وعالمية بالنادي الثقافي. إذن تجولنا بكم أيها الكرام من جريدة عمان إلى جريدة الوطن، ولم يتبقى لنا سوى الخبر العالم الذي اخترناه لكم في هذه الحلقة. ونيويورك تسعى لتسجيل رقم قياسي عالمي بأكبر شطيرة لخبز البيجل تزن 90 كيلو جراما. وفي التفاصيل، يعد خبز البيجل مشاهدين مع الجبن والسلمون المدخن من الوجبات الرئيسية في مطبخ نيويورك، ولكن هنا شطيرة الإفطار كانت فائقة الحجم فعلا، فقد اجتمع موظفون من مطعمين للسمك المدخن وخبز البيجل ومقرهما في بروكلين لتجميع شطيرة عملاقة بخبز البيجل يصل عرضها إلى حوالي 80 سنتيمترا وتزن حوالي 90 كيلو جراما مع الإضافات. وتجمع المساعدون لوضع حوالي 20 كيلو جراما من الجبن على الخبز قبل إضافة الطماطم والبصل، وتوقف أكثر من 50 متفرغ لمشاهدة الشطيرة أثناء تجميعها. إذن مشاهدي الأحبة كانت تلك أبرز العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، استعرضناها لكم. إلى فاصل قصير، بعده نبتدي معكم المحطة الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم، فخلوكم معنا. طهاط فرنسيون كبار احتشدوا على خشبة المسرح للحصول على نجمات ميشلان التي يتطلع العاملون بمجال الطهي للفوز بها في حفل لتوزيع الجوائز أقيم خارج باريس. وأضيف أكثر من 50 مطعما فرنسيا جديدا إلى دليل ميشلان الشهير الذي يكافئ المتفوقين في مجال الطهي على مستوى العالم عبر التقييم بنجمة واحدة أو اثنتين أو ثلاث نجمات. ومعايير الحصول على نجمات ميشلان تشمل الجودة العالية والطهي الجيد وتناسق الوجبات والخدمة وانعكاس شخصية الطاهي على المطبخ. وبالنسبة لكثير من الطهاة أصبحت هذه الجائزة حلما تحقق، وتعتبر اعترافا بإنجازاتهم ومهاراتهم وعملهم بجد، بالإضافة لما تحققه من زيادة تتراوح بين 20 و30% في عائدات المطعم. الجميع يعلم ما الذي يجب عمله كي تحصل على نجمة ميشلان. إنك تتعرض لكثير من الضغط، والحصول عليها يعني مزيدا من العمل، وأنا أعمل كثيرا بالفعل. ودليل ميشلان هذا العام احتوى على 621 مطعما فرنسيا في المجمل، ومن بين المطاعم التي أضيفت حديثاً 50 مطعماً حصلت على نجمة واحدة، وخمسة مطاعم حصلت على نجمتين، ومطعمان حصل على 3 نجوم. وسيصدر دليل ميشلان هذا العام يوم الجمعة الموافق 9 فبراير رشباط الجاري. نهى زكريا، رويترز. ورجعنا لكم من جديد مشاهدين الأحبة في مشوارنا الصباحي من برنامج قهوة الصباح، هذه المرة مع فقرة الدورة الصحية التي نتحدث فيها إن شاء الله تعالى حول أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال. تفاصيل مثرية حول هذا الجانب
بوجود الدكتور نبيل بن إبراهيم آل مكي استشاري أول أعصاب أطفال بالمستشفى السلطاني. حياك الله دكتور نبيل، سعدين بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله تكون دقائق مفيدة للمستمع والمشاهد بإذن الله تعالى. دكتور، في البداية قبل لا نتعمق في هذا الموضوع تحديدا، دعنا نعرف المشاهدين الكرام عن الجهاز العصبي الموجود في جسم الإنسان. تمام. طبعا الجهاز العصبي يتكون من جزئين، جزء مركزي وجزء طرفي. يتكون أساسا من المخ، المخيخ، الحبل الشوكي، بعدين تجيك النواة الأساسية اللي تتفرع منها الأعصاب وتتفرع للعضلات. فهذا مبسطا يعني الجهاز العصبي في الإنسان. نعم، أبرز الوظائف والمهام والأدوار التي يقيم بها في جسم الإنسان. طبعا الماستر هو المخ، اللي هو يفرز الإشارات الكهربائية، اللي هو يكون الماستر إن من خلال الجهاز العصبي الوظائف الحركية، الذهنية، السمع، البصر، الوظائف لباقي أجهزة الجسم تكون من عن طريق المخ. نعم، جميل جدا. طيب الحين خلينا نركز على موضوعنا في حلقة اليوم أساسا، اللي هو أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال، لكن إحنا راح نتحدث بشكل عام بداية وبعدها ننتقل للأطفال تحديدا وخصوصا. أبرز الأمراض، أمراض الجهاز العصبي الأكثر شيوعا خلينا نقول في السلطنة. طبعا الجهاز، أمراض الجهاز العصبي في الأطفال تختلف كليا عن أو قدر كبير عن الجهاز العصبي، أمراض الجهاز العصبي للكبار. أيوة. ممتاز. مبدئيا ممكن تقسم إلى نوعين، أمراض مكتسبة وأمراض وراثية. الأمراض المكتسبة طبعا يعتمد على عمر الطفل وعلى نوعية المرض المكتسب ومكان المرض نفسه. مثلا الأمراض اللي تصيب المخ تختلف عن الأمراض اللي تصيب المخيخ، الحبل الشوكي أو العضلات. فكلها تختلف الأمراض المكتسبة عن الأمراض أكيد الأمراض الوراثية تختلف. بعض الأحيان ممكن تكون تتداخل الأعراض، بس بعض الأحيان لطريقة المرض نفسه نحن ممكن نشوف اختلاف بين المرض المكتسب والوراثي. طبعا الأمراض المكتسبة اللي ممكن نشوفها، ممكن الجهاز العصبي يتأثر بنقص الأكسجين، الحوادث، التهابات الجهاز العصبي المركزية والطرفية، النزيف، الجلطات، اختلال الأملاح في الأجسام، نقص الفيتامينات، كلها ممكن تؤدي إلى أمراض مكتسبة. طبعا الأمراض الوراثية تكون طبعا جزئية كبيرة نشوفها في المستشفى السلطاني، بما نحن مستشفى مرجعي. ممتاز. طيب ذكرت قبل قليل دكتور أنه الأمراض لدى الأطفال تختلف كليا عن الأمراض التي تصيب أصلا الكبار. سبب هذا الاختلاف دكتور؟ طبعا بعطيك مثال، مثلا الجلطة، الجلطة الدماغية في الأطفال تختلف عن الكبار، مع أن الناتج النهائي يكون شبه متشابه. مثلا أسباب الجلطات في الكبار يكون الضغط، السكري، الكوليسترول. في الأطفال تختلف أسباب الجلطات، أكثر الأسباب تكون نقص الأكسجين أو التهابات السحائل الموجودة في المخ. نعم، أفهم من كلامك أنه الأمراض ربما قد تكون ذاتها، ولكن مسببات صحيح. هذه الأمراض قد تكون مختلفة. صحيح. مثلا أمراض الزهايمر والباركنسون ما نشوفها كثير في الأطفال. نعم. طيب خلينا نتكلم أيضا عن مسببات هذه الأمراض الموجودة، خلينا نركز على الأطفال تحديدا، ما هي أبرز ربما المسببات المؤدية إلى حدوث هكذا أمراض؟ طبعا بنتكلم عامة عن الأطفال، الأمراض اللي نشوفها في المستشفى السلطاني وأكيد في باقي المستشفيات، الشلل الدماغي، أمراض الصرع بأنواعه، أمراض الالتهابات اللي خبرتك عنها المركزية والطرفية، أمراض عدم التوازن في الأطفال، تأخر النمو الحركي والنطق في الأطفال، الصداع بأنواعه. فهذه هي الأمراض اللي ممكن نشوفها في المستشفى السلطاني وباقي المستشفيات. نعم، لكن مسببات هذه الأمراض طبعا دكتور. المسببات يعتمد على نوع المرض، هي شوية متشعب الأمور. مثلا بعطيك مثال، هو الشلل الدماغي. الشلل الدماغي ممكن يسبب، يكون مسببات كثيرة، من ضمنها التهاب السحايا ممكن يعطينا شلل دماغي، نقص الأكسجين أثناء الولادة ممكن يسببنا شلل دماغي، حوادث الطريق ممكن يسبب لنا شلل دماغي. فيعني ممكن تقيس، ممكن تقيس هو على نوعية الحدث اللي صار، ممكن يسببنا مثلا إذا تأثر المخيخ
ممكن يسبب لنا أشياء ثانية نشوفها في الطفل. ونفس الشيء الأمراض الوراثية، بما نحن مستشفى مرجعي، الأمراض الوراثية نشوفها بشكل كبير في العيادات الخارجية. طبعا الأمراض الوراثية ممكن تظهر في أي فترة من مراحل الطفل، ممكن في الأشهر الأولى تبدأ الطفل يتراجع من ناحية الحركة، الرخاوة في العضلات، عدم التركيز، أو ممكن الطفل يكون سليم 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة الأولى يكون سليم، وبعدين يبدأ يتراجع من ناحية الحركة، من ناحية الفهم، من ناحية النظر والبصر. طيب، إن كانت دكتور الحالة وراثية، في أعراض معينة دالة على أنه والله الطفل مصاب بأحد أمراض الجهاز العصبي أو لا؟ طبعا يعتمد مثل ما أسلفت سابقا على مرحلة الطفل وعلى نوع المرض وعلى الجزء المصاب في المخ. طبعا مثلا لو كان المرض مصاب المخ نفسه، مثلا الطفل يكون سليم في الأشهر الأولى، بس بعدين الأهل يلاحظوا أن الطفل لما مثلا تركز عليه ما يركز عليك، لما تبتسم إلى ما يبتسم، رخاوة في العضلات، بعض الأحيان ممكن تنتقل إلى تشنجات أو صرع أو تيبس في العضلات. فهذه هي بعض العلامات اللي ممكن تكون في البداية. الأطفال اللي يجيهم طبعا الصرع ممكن يحدث في أي مرحلة من المراحل، وطبعا الصرع شائع أن الطفل يكون عنده تشنجات حركية في الجسم. نعم، ذكر الدكتور يعني بعض من العلامات الدالة والظاهرة أيضا والواضحة التي قد تكون في الطفل، ولكن كيف يمكن التفريق ما بين هذه الحالات، حالات أمراض الجهاز العصبي، وما بين أيضا ارتباطها بربما التهابات أخرى معروفة في المجتمع كطيف التوحد لا سيما؟ طبعا احنا نتكلم عن الطب السلوكي الحين. لما يكون عندك طفل في توحد، التوحد عبارة عن فشل الطفل في قدراته الاجتماعية، الطفل ما يكون متواصل مع العالم الخارجي فيكون منعزل، فبيكون ما له علاقة أو ارتباط أساسا بأمراض الجهاز العصبي. طبعا المخ هو الأساس في كل شيء، يعني سواء كان ضرر عضوي أو ضرر سلوكي، المنبع هو المخ، وأكيد هو في مشكلة في خلايا المخ أدت إلى التوحد. نعم، ولي الأمر الأب الأم المربي كيف ممكن أن يتنبه ويتنور والله أنه الطفل قد يكون مصاب بأحد أمراض الجهاز العصبي، لا سيما إن كان في مراحل متقدمة؟ هناك من يعوز الأمر لأن الطفل ما زال صغير، ومع تقدمه في العمر أساسا راح إن شاء الله تعالى أيضا يعني يتغلب على هذه المرحلة وعلى هذه الحالات وعلى هذه التعاملات أساسا في حياته اليومية. كيف يمكن التركيز على هذا الجانب دكتور تحديدا؟ طبعا في بعض العائلات ممكن تكون يعني الشخص ممكن يتنبأ أن طفله ممكن مصاب بسبب تجربة، مثلا صحيح. أخوه ابن عمه نفس التجربة، بس إذا كانت تجربة جديدة يعني ممكن أكيد المجتمع الحين والأشخاص بيميزوا أنه لما يكون الطفل غير سليم، التركيز غير طبيعي، بدأ يتناقص مثلا قدرات العقلية والذهنية، أكيد لازم يستشير أقرب طبيب للتفريق بين أن هذه هي حالة مرضية أو حالة نفسية. نعم، طرق التشخيص كيف تتم دكتور؟ الحين طبعا نحن نتكلم بشكل عام، مثلا يعتمد على نوعية المرض. مثلا إذا عندك طفل سليم وتوقعت أنه صار لالتهاب سحايا، أول شيء نسوي له هو تشخيصي إبرة الظهر اللي هو نسحب سائل المخ الشوكي. نعم. طبعا أريد أوجه رسالة للمجتمع، دائما يكون في مغالطات أن هذا ممكن يسبب شلل، وهذا الشائع أنه خلاص أنا ما أريد أسوي إبرة الظهر لأنه ممكن يسبب شلل، لأني سمعت إن جاري والله سوى إبرة وسوى استوالة شلل. طيب طبعًا هذا ليش هذه المغالطات دكتور؟ يعني شو سبب؟ طبعًا هي دائمًا المجتمع يتخوف إن تعمل إبرة في الظهر، نوعًا ما احتمال في شخص من الأشخاص صار شلل، بس ما بسبب الإبرة، بسبب أن الالتهاب نفسه ممكن يسبب شلل. لو تذكرت أنه قلت لك أنا مش من الإبرة، من الالتهاب الذي قد يؤدي إلى حدوث هذا الشلل. صحيح، خصوصا إذا كان الالتهاب متقدم. نعم، لكن الناس عندما يسمعون بمثل هكذا حالة يظنونها تماما جراء تلك الإبرة التي تم أخذها. صحيح. فهذا نوع من أنواع المغالطات التي تحصل. صحيح. واللي نحن دائما نشجع طبعا ان نعمل إبرة ظهر، هذا آمن، أطفال عمرهم يوم واحد ممكن نعمله بكل أريحية وما في أي مضاعفات.
نعم، بس فقط اللي هي إبرة الظهر. الظهر هذا إذا كتشخيص لالتهابات السحايا. نعم. طبعا إذا عندنا أمراض الصرع، التخطيط للدماغ، الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، إذا توقعنا أمراض وراثية يعتمد على المرض الوراثي المتوقع، نرسل تشخيص جيني لطبيعة المرض. نعم، طرق العلاج، هل بالتدخل العلاج الجراحي أو ماذا بالضبط؟ هو نفس الشيء، يعتمد على نوع المرض، لأن صحيح. نحن نتكلم عن أمراض، مئات الأمراض، وكل مرض إلى نوع من العلاج. صحيح. نحن نتكلم مثل ما تقول هذه بشكل مجرد عام كده، مجرد جلسة افتتاحية. نعم. إن نعرف 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 الحلقات القادمة أكيد. نفصل أكيد. لكل أمراض. أكيد. نعم. مثلا الصرع نتكلم لأنه شائع ونشوفه كثير في المستشفى المرجعي السلطاني. طبعا حالات الصرع تشخص بالتخطيط الدماغي، ولما نتأكد أن الطفل عنده حالات صرع نكلم الأهل عن الحالات ونثقفهم صحيا ونقولهم إيش هو العلاج. العلاج بالعقاقير الدوائية. طبعا في المجتمع نفس الشيء، أريد أوجه رسالة، كثير من الأشخاص لما يصيب طفلهم صرع ياخذ فترة طويلة لين يجي إلى المستشفى المرجعي. طبعا بيروح على الأشياء التقليدية. نعم. طبعا هذا عين، هذا حسد، هذا من هذا القبيل، خصوصا الطفل لما يتشنج قدام أهله يكون شكله مخيف، فهم يعتقدوا دائما أنه في لبس جن أو شيء. نعم. فقبل أن يوصلونه يكونوا مروا على عدة أشهر كثيرة قبل أن يوصلونه، وتأخروا في مرحلة العلاج. صحيح. بهذه الحالة. صحيح صحيح صحيح. يعني بعطيك مثال، دائما أنا أحب أعمل هذا المثال. في طفل شخصته صرع، طبعا الصرع كان يبدي إنه يسمع شخص يكلمه، وبعد ما يسمع الشخص يكلمه يبدأ يتشنج. فالدارج بيقول لنا هذا والله هذا جن يكلمه. صح ولا لا؟ الأب كان مستوعب الأمور الموضوع، فجاني من أول يوم وقال هذا ما شغل جن، هذا أكيد في شيء طبي. بدينا بالعلاج، الأمور راحت. هنا تكمل صحيح. يعني صحيح. الإيجابية أساسا صحيح. في أنه ولي الأمر يكون إنسان صحيح. متفهم صحيح. ومتعقل وإنسان واعي، مع أن الحالة هذه تكون أي شخص بيقول لا هذا جني. ومن باب الدعابة الأب قال أنا بغيت الجنية تجي مرة ثانية، وقفت الدواء. نعم. وجهت بالليل. سبب أن إلى علاقة، لأن أنت تعالج المرض، لما توقف العلاج يجي الصرع. نعم ممتاز. طيب طيب دكتور، ماذا فيما يتعلق الحين، نركز على هذه النقطة تحديدا، الوعي، أنه على أفراد المجتمع، على الآباء، على الأمهات، أن يكون واعين تماما لمختلف الأمراض التي قد تصيب الأطفال، يكون لديهم ثقافة، لديهم إدراك، لديهم إلمام، لديهم فعلا اطلاع لكل صحيح. هذه الحالات، سواء أمراض الجهاز العصبي أو غيرها من الأمراض. والوقاية أخي الوقاية، نفس الشيء، كثير من الحالات اللي تجينا في المستشفى السلطاني المفروض أنها ما تحصل. طبعا هذا مقدر، لكن لو كان في وعي بسيط، مثلا حالات نقص الأكسجين، الطفل دائما لازم يكون حد تحت إشراف شخص بالغ، مثلا مكسرات بسيطة ممكن تدخل إلى القصب الهوائي، تسد القصب الهوائي ويصير لك طفل معاق، مثلا سطل ماء، طفل فجأة سنتين ثلاث سنوات ينتكس في السطل وبعدين خلاص يصير طفل معاق. فأشياء احترازية بسيطة، مثلا نقص الأكسجين أثناء الولادة. في كثير من الأهل والله الطبيب المعالج قال أن هذا يحتاج عملية قيصرية، لا بينسي يشاور الأهل، يشاور، يأخذ ساعات كثيرة لين يتخذ القرار، وهي هي لحظات ويصير نقص الأكسجين عند الأطفال. نعم. طيب كنسبة دكتور، في عندكم إحصائيات معينة لأمراض الجهاز العصبي التي تحدث للأطفال في المجتمع؟ لا والله هي كنسبة ما موجودة معنا، بس نحن نتكلم عن ليش النسبة ما موجودة، لأن الأمراض مختلفة، فلذلك هي من الصعوبة أن تحصل النسبة، وأكيد في الأعوام القادمة إن شاء الله بتكون في بيانات. نعم. السلوكيات أيضا والتعاملات المثلى الصحيحة أو للأسف الشديد الخاطئ أيضا من قبل من يهمه الأمر، من أب، من أم، من مربي، في التعامل مع الحالات التي تحدث للطفل نفسه. نفس الشيء يعتمد على نوعية المرض، خصوصا أن سؤالك شوية عام، فلذلك من الصعوبة أن بتحصل إجابة معينة من عندي، خصوصا أن إيش مثلا إذا تعاملنا مع الطفل عند الصرع، نحن دائما نصر عند الأهل بمواظبة العلاج لمدة سنتين، حتى لو انقطعت التشنجات لمدة شهر شهرين مواظبة العلاج. الأطفال مثلا عندهم جلطات وأصيبوا بشلل نص في أو شلل كلي، نشجع الأهل طبعا لممارسة الطفل
العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، وإذا في تدخلات جراحية ممكن تساعد الطفل أنه يسترجع قواه الحركية. نعم، في بعض الأشخاص أو الأطفال خلينا نقول تحديدا يعني سليمين معافين أيضا والحمد لله رب العالمين، ولكن جراء ربما حادث مروري أو حادثة معينة أدت إلى حدوث نوع من الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي، كعدم وجود التوازن الأمثل أساسا لهذا الطفل في عملية المشي أو الحركة، هل مع مرور السنوات أيضا بإمكان والله أنه هذا الطفل يتعافى ويبدأ أيضا استرجاع واسترداد عافيته مثل ما كان في السابق أو لا، ربما هي تكون حالة مزمنة دكتور؟ هو ما نقدر نعمم أو يعتمد على الحالة نفسها. ما نقدر نعمم لأن في أطفال حصلتهم حوادث وتلف في خلايا المخ. خاصية المخ في عند الأطفال شوي يختلف عن الكبار، أنه إلى قابلية أنه يتأقلم مع الوضع الجديد، وفي خلايا ممكن تشيل الوظائف اللي فقدت من الخلايا الميتة، فلذلك عملية تأهيل الأشخاص أو الأطفال هذا تكون أسهل من عملية تأهيل الشخص الكبير. فأكيد إذا كانت المشكلة في التوازن بطبعا العلاج الطبيعي المكثف ممكن يسترجع ولو جزء كبير، ما نقول 100% نقول 90-95% من الحالة اللي كانت قبل الحادث. نعم، وجودك دكتور في هذا المحيط أساسا وفي هذا المجال أيضا، ما هي ربما أبرز الرسالة ينبغي أن تصل سواء للأهل، للأسرة، للمدرسة، لأفراد المجتمع عندما يتعلق الأمر بالأطفال تحديدا عند حدوث مرض معين، التهاب معين، حالة مرضية لطفل ما؟ كيف ممكننا إحنا كأفراد مجتمع أن نتعامل وأن نتفهم وأن نتعقل بأن هذا الطفل فعلا بحاجة إلى المساعدة والمساندة من قبلنا ليتجاوز ويتخطى هذه المرحلة؟ طبعا يعتمد على الأعراض الموجودة، مثلا إذا الطفل في المدرسة اشتكى من صداع، بعض الأحيان ممكن هذا الصداع يكون موجود علامات أمراض لا قدر الله تكون ورم في الرأس، فلازم بعض الأعراض ناخذها بشكل جدي. أطفال مثلا سلوكيا في المدرسة يبدي يسرح كثير في المدرسة، يبدي ينخفض مستواه الدراسي، ففي بعض الحالات هذه لازم نحن نتأكد أنها مش علامات صرع بسيطة، واللي ممكن تشخيصه يكون صعب إذا ما كان فيه تركيز على الطفل. نعم، شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. نتمنى هذه الرسائل الصحية الطبية وصلت إلى كل من يتابعنا في هذه الأثناء. الدكتور نبيل بن إبراهيم آل مكي، استشاري أول أعصاب أطفال بالمستشفى سلطان، شكرا لك دكتور. أحسن، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إذن مشاهدينا الأحبة، هذه كانت وقفتنا الحوارية الأولى في برنامجنا، إلى فاصل بعده نواصل، خلوكم معنا. تبحث الأمم دوماً عن الطرق المختلفة لتحسين إنجاز الطالب، ويواصل المربون عمليات تقويم وإصلاح التعليم، لذا يعتبر التقويم التربوي المكون الرئيس لكل أنظمة التعليم، ويعرف التقويم بأنه العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة والتي يتضمنها المنهج وكذلك نقاط القوة والضعف به، حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة بأحسن صورة ممكنة. وتهدف عملية التقييم عادة إلى تقدير المستوى الذي بلغه المتعلم في نهاية العملية التعليمية لإعطائه درجة. وبناء عليها تحدد نتيجة الطالب في النجاح، وتجري عملية التقييم في مراحل مختلفة من العملية التعليمية، فمنها الاختبارات اليومية والمستمرة، ومنها الاختبارات التي تكون في مواعيد محددة في السنة. وجميع أنواع التقويم تعمل كصورة كاملة لقياس قدرات الطالب.
السلام عليكم. مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. نيابة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود يستقبل معالي الدكتور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. دولة رئيس الوزراء الهندي يصل البلاد اليوم في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها جلالة السلطان المعظم. السلطنة تحتفل بيوم الصناعة العمانية وأكثر من 1.8 مليار ريال مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2017. بمشاركة السلطنة رؤساء البرلمانات العربية يطالبون من القاهرة بإصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب. ارتفاع معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.5%. الطيران الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية في سوريا بعد إسقاط إحدى طائراته من قبل الدفاعات الجوية السورية. الجيش التركي يعلن مقتل جنديين جراء إسقاط مروحية قرب بلدة عفرين شمال سوريا. انتهت عناوين العاشرة، إلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدين الأحبة من جديد في برنامج قهوة الصباح، وصباحكم سعادة ومليء بالخير الوفير بإذن الله تعالى. أكيد وصلنا الآن إلى فقرة عالم المدارس وموضوع جديد نتحدث فيه عن ملتقى برمجيات تدريس العلوم، وبالتأكيد طبعا في البداية نود أيضا أن نهني جميع الطلبة والطالبات الذين يعودون اليوم إلى مقاعدهم الدراسية من جديد، وبداية موفقة لهم في الفصل الدراسي الثاني. وكذلك طبعا أيضا نهني أعضاء الهيئة التدريسية والمعلمين والمعلمات وكذلك الإدارة وكل من هم قائمين في هذا الإطار، بالتوفيق لهم بإذن الله تعالى. وسوف يكون طبعا بإذن الله تعالى حديثنا حول برمجيات تدريس العلوم هذا الملتقى وتفاصيله، بالتأكيد سوف تكون مع الأستاذة موزة بنت عبد الله العبرية مديرة مدرسة العارض للتعليم الأساسي. أهلا وسهلا فيك أستاذة موزة، وحياك الله معنا. أهلا بك يا أخت فايزة. الحمد لله على سلامة الوصول من عبرية. الله يسلمك يا رب، نورتينا اليوم. بقود نوركم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. أكيد طبعا بداية نود أن نتحدث حول اللي هي فكرة الملتقى وأيضا استراتيجيات العلوم الجديدة التي كانت موجودة في هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لي شرف الحضور أن أكون ماثلة لمعلمات ومديرات محافظة الظاهرة في هذا المكان، وخاصة اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، فأحب أن أهني جميع طلبة مدرسة العارض بالأخص وجميع طلاب مدارس السلطنة عموما بالعام الدراسي الجديد، فيجعله الله سبحانه وتعالى عاما دراسيا مفعما بالخير والاجتهاد والجد والنشاط، ويحققون ما يصبو إليه في نفوسهم. لله الحمد، كانت فكرة الملتقى ملتقى برمجيات تدريس العلوم في مدرسة العارض انبثقت من مشروع تبنته المدرسة، إدارة مدرسة العارض، أن يكون هناك لدينا مشروع اسمه كلنا للعلم راية. من خلال هذا المشروع، بما أنه كلنا، يجب أن يكون جميع المعلمين، أن يشمل جميع المعلمات في المدرسة وأيضا الطلبة والطالبات الذين يدرسون في المدارس، سواء كان في مدرسة العارض أو في مدارس الظاهرة بالأخص نتحدث عن المشروع. فمن خلال زياراتنا للمعلمات في الحصص الدراسية، وجدنا أن المعلمات ما شاء الله عليهم لديهم متسع وباع طويل في ليس ما يرد إليهم في التدريب العملي، وإنما في التدريب الذاتي للمعلمة بأن تبحث وتنقب كما يبحث المهندس عن النفط. المعلمات دائما تبحث وتنقب عن ما هو جديد من برمجيات ومن استراتيجيات جديدة في التعلم النشط.
من خلال مرورنا على القاعات الدراسية وتقييمنا للمعلمات وجدنا أن لديهم هذه الاستراتيجيات الحديثة، وعندما نشاهد ونرى أيضا في تويتر بعض المدارس تعرض هذه البرمجيات وددنا أن نشمل أن نجمع هذه الاستراتيجيات في ملتقى واحد، فأن يكون ينبثق من مدرسة العارض. فكانت الأستاذة المشرفة على مادة العلوم هي الأستاذة عبير المزيني ما شاء الله عليها، رحبت بالفكرة وشجعتنا على ذلك وبعثت اخطارات لجميع المدارس المشاركة، ولله الحمد ما شاء الله وجدنا كم كبير من المعلمات لديهم قابلية على عرض هذه البرامجيات التي يستفيد منها زميلاتهم في حقل التربوي وفي مدارسهم. نعم، إذا ضمن طبعا اهتميت له باستراتيجيات التعلم النشط لمادة العلوم، وبالتأكيد إن شاء الله نتمنى أيضا تكون هناك استراتيجيات أخرى أيضا للمواد الأخرى. نعم، من ضمن طبعا الأهداف اللي هي تبادل الخبرات بينكم وبين المدارس الأخرى، يا ترى هل هناك أيضا إبراز لإبداعات الطلبة في هذا الملتقى؟ نعم أستاذة، بما أننا نحن قلنا أن المشروع كان كلنا للعلم راية، إذن معناه يشمل الجميع. نعم، سواء كان معلم وطالب. فبما أن المعلمات يبدو أن المعلمات التي استضافهن هذا الملتقى لديهن كثير من البرمجيات ولديهن كثير من الاستراتيجيات التي أبهرت الحضور في العطاء، منها تجريبية ومنها عملية ومنها عروض باوربوينت، على أساس أنه المعلمات الأخريات يقتدين مثلهن، فكان فيه تدريب وتعليم. من خلال ذلك أن الطلبة يستفيد بأن الطالب يأخذ فكرة عن البرمجية التي يشرحها المعلم في الدرس الواحد أو الوحدة، وعندنا وحدات العلوم مقسمة إلى وحدات، بعد كل وحدة بعد دراسة كل وحدة تقوم معلمات بما يسمى حفل مفهوم. هذا الحفل المفهوم يتقمصه الطلاب، الطالب يتقمص شخصية المعلم فيشرح الوحدة مقسمة على عدد طلاب الفصول، فالطلاب استفادوا من خلال هذه البرمجيات أن يطبقوها أثناء أدائهم لهذه الحصص والوحدات التي يشرحونها. يعني هو مثل المعلم الصغير أن أيوة. الطالب يقوم بدور المعلم، يحضر الدرس يعني بأكمله، وبالتالي طبعا يطبق هذا الدرس أمام زملاء، يعني بالتفاعل مع الزملاء. أيوة نعم، تفاعل الطلاب وكان حفل بما يسمى حفل كبير. نعم، سواء كان عرض للدروس، وسائل ورقية، برمجيات، استراتيجيات. نعم، وسائل تعزيزية يحضرها الطلاب فيوزعونها على زملائهم وعلى الحضور من المعلمات، فيكون بمعنى حفل لهذا المفهوم، يأخذ منه خبرة الطالب ويقتدي به زميله الآخر إن لم يكن لديه معرفة بذلك. نعم. بالنسبة طبعا للطلبة المستهدفين، هل استهدفتم مراحل معينة من الطلبة في مادة العلوم أم أنه الجميع كان مستهدف؟ هي الفكرة عامة من الصفوف من الخامس إلى العاشر بالنسبة لمدرسة العارض. نعم، لكن المعلمات التي استضافهم الملتقى كانت معلمات من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر. نعم، فكانت الدروس والبرمجيات تشرح لمادة الفيزياء ومادة الأحياء، وطبقت عمليا وشرحت شرح وافي وبتفصيل وافي، أيضا استفادت منه بعض المعلمات في المدارس الأخرى، وأيضا عرضت هذه عبر وسائل الاتصالات، ثم وزعناها عن طريق البريد الإلكتروني إلى مدارس أخرى ليستفيد بها الآخرين. نعم، بالنسبة لاستراتيجيات التعلم النشط طبعا هي كثيرة، وأغلب المعلمين الآن قاموا باستحداثها من خلال طبعا يعني كأفكار جديدة إبداعية من المعلم يقدموها للطالب. سابقا كنا طبعا يتعود المعلم أنه يلقي المعلومة، الطالب يتلقى هذه المعلومة ويصب هذه المعلومة أيضا في الأوراق الامتحانات، ربما الكثير من المعلومات أيضا يفقدها في تلك اللحظات. صحيح، بسبب أنه طبعا يعتمد أكثر شيء على اللي هي الحفظ. الآن التعلم النشط يعتمد على يعني أنواع مختلفة، ممكن أن يكون طبعا باللعب وغيرها، يا ترى ما هي الاستراتيجيات التي اكتسبتموها أيضا من خلال هذا الملتقى؟ الملتقى عرضت فيه استراتيجيات عظيمة وكثيرة. الاستراتيجيات التي طبقت والبرمجيات هي عبارة عن تدريب المعلمات على أنواع شتى ومختلفة، لا أقول استراتيجية واحدة أو برمجية واحدة، وإنما تقريبا عدد كبير من البرامج ومن البرمجيات التي استخدمت في الملتقى. المعلمة التي تقوم بعرض هذه الاستراتيجية أو هذه البرمجية تحضر لديها أدوات شارحة تفصيلياً
هي تقوم بإعطاء الطالب المعلمة المستفيدة منها تفصيليا عما يدور في الصف الدراسي، بحيث أن المعلمة تشرحها لطلابها الآخرين. أيضا في الملتقى كانت عروض ورقية، عملنا معرض كامل في مجسمات، في ورقيات، في إلكترونيات، في عروض، في سيديات، في عرض مرئي، وأيضا استضافت من التعليم الخاص، مدارس التعليم الخاص شاركت في هذا الملتقى فعرضت لنا أيضا برامج كثيرة، وأيضا شاركت بأن تشرح لزملائهم وزميلاتهم أفكار جديدة، أفكار جديدة. نعم جميل. كانت من صنع أيديهم حتى، كانت وسائل بسيطة ولكنها مهمة في الدرس، في درس العلوم. هي مادة العلوم أساسا هي من صنع الطلاب أو من صنع يد الطالب، يصنع بنفسه الوسيلة التعليمية التي يستطيع بها أن يفهم الدرس. نعم، لأنها طبعا مادة العلوم دائما تكون مرتبطة أيضا بالبيئة لدى الطالب. نعم. ذكرتي في حوارك أن هناك أيضا ورش تدريبية أقيمت في هذا الملتقى، يا ترى من هم الذين أقاموا هذه الورش في هذا الملتقى؟ هل هم من المختصين معينين أو أيضا من المعلمين ومعلمات المدارس؟ الورش التدريبية هي طبعا صقل مواهب المعلمات التي اكتسبنا خبرات من خلال كما قلت لك التطوير الذاتي، ويكون هذا التطوير الذاتي بالنسبة للمعلمة هي عبارة عن أنها تبحث، وهي من على مستجدات التعليم ومستجدات الدروس، بعدما تكون حضرت ورشة تدريبية شغلها أو قادها أحد من أعضاء التدريب في التدريب للمعلمين، في تدريب المعلمين على هذه الاستراتيجية، ومن ثم هي زادت عليها ببعض المعلومات أو بعض الورقيات كما ترى أنها محتاج لها درسها الحالة التي تقوم بشرحها. نعم، هل كان عندكم أيضا إشراك لولي الأمر اللي هو مجلس الآباء والأمهات في هذه الملتقى؟ كانت في المعرض، أما أثناء شرح الاستراتيجيات لم تكن هناك مشاركة لأولياء الأمور، لكن بعد انتهاء العروض البرمجيات والطرق الاستراتيجيات كانت حضور لمجلس الأمهات للإطلاع عما أنتجه طلاب أو أبنائهم في هذا المعرض من ورقيات ومجسمات. كيف كان تفاعل أيضا ولي الأمر وأيضا طلبة عندكم في هذه، يعني خاصة يعني بوجود معرض فيه الكثير من الإنتاجات التي قام بها الطلاب في هذه الفترة؟ كانت مشاركة جدا رائعة، بحيث أنها ولي الأمر والأم تحضر وسيلة لابنها لعرضه، ثم أيضا على أساس أنه حتى الأمهات لاحظنا أن عندهم خلفية وفكرة عامة عن الدروس اللي هي تشمل الوحدات الدراسية الموجودة في المنهج الدراسي، وثم تشرح لابنها كيف يكون متمكنا من أداء شرح هذه الوسيلة الورقية أو المجسم الذي تعمله لديه ليستفيد به في الدرس. نعم، هو طبعا بالفعل تحية لكل الجهود التي يبذلها طبعا أولياء الأمور وخاصة طبعا الأم في متابعة أبنائهم حتى أنهم يعني يتمكنوا من الاجتياز الكثير من الصعوبات في هذه المناهج. أيضا نود أن نتعرف من خلالك حول الخبرات التي يكتسبها المعلم والطالب أيضا من خلال إقامة هذه الملتقيات. طبعا المعلم نقول أنه كنز، معلمين سلطنة عمان ولله الحمد ما شاء الله عليهم كنوز، ونحن واجب علينا أن نعطي هذا الكنز ما يتمناه أو ما نضيف عليه لمعة لكي يبرق للطلاب ويستفيدوا منه. فنلاحظ أن المعلمين دائما في البحث والاستقصاء والتنقيب، وأيضا يبحثون عما هو جديد، سواء كان في تبادل بين بعضهم البعض أو في المدرسة الواحدة أو بين مدارس أخرى. فكان الملتقى عندنا هو مجموعة من المعلمين من مدارس مختلفة تبادلوا خبرات وتبادلوا أيضا المعلومات وكيفية شرح الدروس وكيفية شرح هذه البرمجيات وشرح هذه الاستراتيجيات، بحيث أن الطالب جميع الطلاب يستفيدوا. فكانت هناك بعض المدارس تطبق استراتيجية أو برمجية لا يمكن أن يعرفها معلم آخر لأنه هو تعلمها بذاته، ف
فيقوم بشرحها وتطبيقها عمليا لزميل آخر يستفيد منها في مدرسته ويكتسب الطلاب خبرات من هذه. بالتالي يتبادل تكون طبعا في بينهم خبرات متبادلة. في النهاية طبعا المستهدف هو الطالب أنه توصل له المعلومة وتثبت. أستاذة أيضا طبعا بالنسبة لتعلم النشط، يعني قديما مثل ما ذكرت في البداية أنه المعلم يقوم بكل شيء، سواء كان طبعا طرح المعلومات أو أنه يكتب أو أنه يفكر ويحلل وغيره. الآن في التعلم النشط اختلف دور المعلم، هنا دوره كموجه ومرشد يوجه الطالب إلى الهدف، نحو الهدف من خلال يعني التجارب أو يعني حل مشكلة في هذا الدرس. يا ترى طبعا من خلال أيضا زياراتك التي تقومين فيها في المدرسة لمعلمات العلوم، ما رأيك بالتعلم النشط؟ التعلم النشط صراحة ممتاز جدا، بحيث أنه يعطي الطالب ثقة بنفسه ويمكنه من معرفة وفهم المادة الدراسية، وأثناء الاختبارات أو أثناء في الحياة العامة نعم. نحس أن الطالب ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، بالتأكيد أنه يكون قد صقل موهبته وعرف المادة الدراسية التي يدرسها، لأنه هو بذاته هو الذي شرح وهو الذي قرأ وهو الذي كتب وهو الذي عمل مجسمات. فخاصة لما قلت وذكرت أنه في حفل مفهوم، خاصة في مادة العلوم في حفل مفهوم، هذا الحفل يقوم الطالب فيه بكل شيء، هو يشرح هو يكتب هو يقرأ هو يقص هو يلصق هو يصمم برمجيات أيضا في الحاسب الآلي، ويصمم عروض باوربوينت يشرحها لزملائه الآخرين. فطبعا نلاحظ أن الطلاب هنا يكون فقط المعلم لهم موجه ومرشد كما ذكرتي، والطالب هو الذي يصقل نفسه بنفسه ويعلم نفسه بنفسه، لأن جميع الطلبة ولله الحمد نراهم دائما في مجال واسع من العلم والدراية والإبداع والابتكار، ويتسابقون على ذلك ولله الحمد. بسبب طبعا التكنولوجيا والعصر الحديث الآن المعلم لابد أن يكون فعلا متسارع في أخذ المعلومات قبل الطالب، لأن الطالب عنده فرصة أنه يأخذ المعلومات بشكل أيضا أسرع. خبرينا إذا كان هناك في خطة تطويرية قادمة لهذا الملتقى في مواد أخرى. نعم أستاذة، في إن شاء الله تعالى لنا نية بعدما نجح هذا الملتقى وشمل جميع الطلاب وجميع المعلمات اللي هم بادروا معنا، نحن نتمنى أن يكون لنا يعني باع طويل بأن نطور هذه الملتقيات وأن تكون لجميع المواد الدراسية، وأن يكون المعلمين يصبوا خبراتهم في ملتقيات ويستفيدوا من بعضهم البعض، لأن العلم يظل واسع وعطائهم أيضا معلمين واسع، وإن شاء الله تعالى سيكون ملتقيات أخرى في مواد دراسية بإذن أخرى تعالى. بإذن الله. شكرا لك أستاذة. شكرا لك أستاذة موزة بنت عبد الله العبرية مديرة مدرسة العارض للتعليم الأساسي، شكرا على وجودك وتوضيحك لنا لبعض الإضاءات حول هذا الملتقى. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير، وإن شاء الله نتمنى لطلابنا وطالباتنا ولمعلمين التوفيق والسداد والنجاح دائما وأبدا إن شاء الله تعالى. والشكر أيضا موصول لكم أحبتي على طيب المتابعة لفقرة عالم المدارس. أكيد هناك محطات أخرى قادمة مع الزميل سيف الفوري، فابقوا معنا.
إذا رجعنا لكم من جديد مشاهدي الأحبة، شكرا للزميلة فايزة السلطية فقة عالم المدارس، ونحن بدورنا أيضا في برنامجنا نطلب بكم المحطة إلى أخرى. هذه المرة نقف أيضا وقفة مع شبابنا وشاباتنا المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات اللي دائما يسعون قدر الإمكان لخدمة هذا المجتمع والحفاظ أيضا على الهوية الثقافية التراثية لهذه السلطنة المجيدة المتمثلة في مختلف الحرف التقليدية. نتحدث تحديدا عن حرفة الفخاريات في هذه الوقفة الحوارية بوجود أخواتنا مشاعل بنت محمد الحاتمية. حياك الله مشاعل وصباح الخير. صباح النور الله يحييك. يا مرحبا. وأيضا معنا بيان بنت علي النزواني. حياك الله يا بيان وصباح الخير. صباح النور. يا مرحبا، سعيدين بوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا أيضا على هذه النماذج الجميلة، بنفسكم عملتوها ما شاء الله عليكم. راح ابتدي معك يا مشاعل وتكلميني، متى كانت البدايات في هذه الحرفة؟ بدايتنا كانت بعد ما تخرجنا من ثانوية. طبعا سمعنا أن في تسجيل من مركز. ممتاز. طبعا قدمنا الطلب والحمد لله. يعني التسجيل في المركز، أي مركز؟ مركز صحن تدريب. ممتاز. وسجلتوا فيه لكن قبل كذا ما كان عندكم تجربة أبداً. بعدين بدخولكم في المركز بديت المشوار الحمد لله. نعم. طيب وانت بعد نفسها يا بيان؟ نفسها. دخلت المركز معاها وتدربتوا واشتغلتوا وشفتوا أنواع متعددة صح من المجالات؟ صح. أو كان المركز متخصص في الفخار؟ لا، المركز متخصص بالفخار والخزف. والخزف. انتوا اخترتوا الفخار صح؟ أيوة. ما اشتغلتوا على الخزف؟ ترى هو نشتغل بالفخار وبالخزف. بالخزف. أيوة. طيب ايش اللي استهواكم في هذه الحرفة تحديدا؟ ايش اللي خلاك تحبي اساسا هذا المجال؟ يعني هو ما كنت انا اول يعني عندي موهبة قبل، مثل ما خبرتك مشاعلنا يعني سمعنا عن التسجيل ودخلنا والحمد لله حبينا يعني. واشتغلتوا في كان اشتغلنا. عندكم ايضا زميلات يشتغلن. أيوة. مبدعات ايضا يعمل. أيوة. اشكال في كان قبلنا منتجات قبلنا كانن يعني نتقن اشكال نحن تدريب. ممتاز. وانتهيتوا من فترة التدريب او بعدكم ما زلتوا؟ ستة اشهر بعدنا. يعني ما زلتم مواصلين؟ ايوه نحن مشاعل ما شاء الله مواصلين وانتجتوا هذه النماذج الجميله والمنتجات ايضا والاعمال خلينا نسميها الفنيه حقيقه. كيف قدرتوا انكم يعني فعلا تستغلوا مواهبكم وقدراتكم وامكاناتكم في انكم فعلا تخرجوا بمثل هكذا اعمال؟ ايش كان الشيء المميز وانتم تشتغلوا اساسا على انتاجها؟ الشيء الاساس طبعا كان موهبتنا موجوده، فانا احب يعني الرسم، فكان يعني نقدر احنا نرسم على الفخار ونزخرف عليها، فكان يعني شيء عادي. احنا نحس يعني شيء بسيط بعد ما تدربنا عليه وتعلمنا من منتجات. مش بيان يعني في السابق ربما تروحي بعض المحلات بعض الاسواق وتشوفي الفخار موجود امامك او حتى يمكن تشوفيه على شاشات التلفاز او عن طريق مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن شو شعورك لما عملت النموذج الاول بايدك انت باناملك ايضا المعطاءة؟ ايش كان الشكل الاول ما عملته؟ كان شعور يعني جميل، ما كنت اتخيل اني انا يعني يوم من الايام بصنع شيء فخاري. بس الحمد لله. شو كان الشكل الاول؟ اول شكل عملتيه؟ اول شكل سوينا ملة. اها، وين موجوده هنا؟ هذه. موجوده. سوينا ملة. هذه ابسط حاجه ها وسهله. طيب الوقت يا مشاعل كم ياخذ عليكم تقريبا؟ هو يختلف يعني من شكل لشكل. ممتاز. في شكل يعني على الدولاب ياخذ يعني فتره معينه يعني تكون قصيره، اما لما نشتغل على يدنا ياخذ وقت طويل، يعني ما وايد وايد طويل. لو على سبيل المثال هذه اللي موجوده امامي الحين كم تقريبا تاخذ من الوقت تقريبا؟ يعني يمكن دقيقتين او ثلاثه. يعني انا اقصد هذه للمشاهد الكريم عشان تكون واضحه، وما شاء الله راسمين عليها بعدكم. ها مسوي لها بعض الزخارف الجميلة، وأعتقد وظفتي موهبتك في الرسم في إنتاجها صح؟ صح. ممتاز جميلة. طيب الصعوبات والتحديات يعني موجودة أكيد يعني يا بيان، فكلميني إيش كان الصعوبة الموجودة أكثر؟ الصعوبة اللي موجودة أول شيء هي عدم الإتقان، يعني أنت مستحيل تتقن الشكل من أول مرة، يعني لازم تمارس فيه. نفس الشيء يعطونا زخارف محددة نحن نسويها على الفخار، نفس الشيء يعني الطين تتحكم فيه سمك يعني كذا. ممتاز. طيب الأدوات اللي تستخدموها دائما في إنتاج نماذج الفخار؟
الأدوات دائما تكون موجودة معنا مال التفريغ، أدوات الشطب يعني عشان نخليها ملمس أوكي، والفرن والفرن يعني عشان تصير لونها نفس هذه، وفي دولاب يعني في أشياء إحنا نقدر نسوي. ممتاز. طيب بيان أيضا يعني اللي يتابعنا الحين سواء كان رجل أو امرأة، إخواننا وأخواتنا اللي عندهم شغف، عندهم رغبة حقيقة في تعلم هذا المجال وتعلم هذه الحرفة، إيش أبرز الأساسيات والمفاتيح التي ينبغي أن يلتزموا بها علشان فعلا يصلوا إلى مرحلة الاتقان والجودة المنشودة؟ أول شيء يعني هو لازم يصبر. صبر. صبر لأن هي صح يعني هذه الحرفة متعبة بس نفس الوقت ممتعة. يعني تحتاج صبر، تحتاج يعني عشان تتقن الشكل لازم تصبر عشان يطلع لك يعني الشكل المطلوب. ممتاز. إذن صفة وقيمة الصبر ربما من الأولويات في مثل هكذا أعمال حرفية خاصة يدوية عندما تكون تقليدية. حالة حال الثانية مثلا صناعة حرفة الأخشاب والسعف وغيرها، صحيح؟ طيب مشاعل يعني وأنت قمت بمتاج مثل هكذا نماذج، يعني فقط مجرد فقط وجودكم في المركز تعلمتوا خلاص عرفتوا كيف تصنع الفخار والنماذج هذه واكتفيتوا، أو لا في طموح في نية يوم الأيام مثلا تفتحون محل خاص بكم يعني يتبنى تصدير هكذا نماذج؟ أكيد دم هذا مستوانا إحنا بعد الحين كمتدربات، إن شاء الله بنفتح لنا مشغل يعني صغير وكذا بكون يعني في طموح، في طموح، في رغبة. أكيد. لأنه إحنا شاهدنا واستضفنا ربما معانا في برنامج قهوة الصباح أشخاص رغم عندهم وظائف وبامتيازات وإغراءات هذه الوظيفة إلا أنهم تخلوا عنها فقط للتمسك بمثل هكذا حرف. صح. نعم. إلى جانب أنت ذكرت قبل قليل الاستمتاع يا بيان بإنجاز هذه النماذج، أعتقد هناك قيمة أخرى تضاف إلى هذا العمل وهي أنك تحافظي على الهوية الثقافية التراثية أيضا للغالية الحبيبة عمان المتمثلة مثلا في حرفة الفخاريات، صحيح؟ يعني لما حد يجي والله أجنبي مثلا أو حتى من داخل السلطنة من بعض الولايات اللي حاب أنه يتعرف أو يتثقف، أنت كمتدربات وكعارفات في هذا المجال أعتقد أنكم تبلغوهم وتخبروهم وتعرفوهم على هذه الحرفة، صح؟ صح، لازم نخبرهم. طبعا احنا واجهنا ذا الشيء في المهرجان، يعني نشوف الوافدين وعندنا المواطنين يعني مثل ينبهروا معنا من أعمالنا أن مرأة عمانية تسوي فخار. نعم. المرأة العمانية حاضر في مختلف المجالات مش فقط في الفخار، ولكن ربما ميزة الفخار شوية يحتاج لها مثل ما ذكرتي الصبر والاتقان وأشكال منوعة من هنا وهناك. لكن أيضا بيان أريد أسألك عن نقطة ذكرت قبل قليل المهرجان، يعني أنتوا شاركتوا في المهرجان بركن معين، لكم أيضا مشاركات كمعارضة كتجمعات. نحن بالنسبة لنا نحن أنا وياها يعني هذه أول مشاركة نطلع لها اللي هي المهرجان. مهرجان مسقط 2018. أيوة. بس في بنات اللي معنا قبل طلعن مشاركات معارض ما يعني شاركن خارج الدولة. ممتاز. مشاعل أهمية مثل هكذا المشاركات كيف شفتوا أيضا التفاعل وإقبال الناس، ثناهم إشادتهم أو حتى انتقاداتهم البناءة؟ كان إقبال كبير يعني بالنسبة لنا وكان تحفيز وتشجيع حالنا إحنا يعني كمتدربات في هذا المركز. فطبعا كان ما في أبدا أي يعني أي انتقادات أبدا. فالحمد لله يعني أهم شيء ذي النقطة ف بس الحمد لله. نعم. المشاهد الكريم اللي تابعنا في هذه الأثناء ويشوف هذه النماذج فعلا يبدي إعجابه واستحسانه وثناؤه وإشادته بهذه النماذج، ولكن بيان ومشاعل يتوقفن فقط عند هذا الحد من المستوى من الجودة والإتقان أو لا ما زلتن مستمرات في تطوير أنفسكن لبذل وتقديم وإنجاز الأفضل في القادم أيضا؟ نحن مستمرين عشان نبدأ نطور الفخار بشكل يعني أكثر نطوره. طبعا نحن طورنا يعني احنا فخارنا ما معنا تقليدي كأشكال. ايوه يعني نطور نضيف له اشياء، في معانا فخار تقليدي نحن فخار ما مطور يعني ضفنا له ماده الجليز. ايش الفرق ما بين الفرق بين التقليدي والمطور؟ أيوة. التقليدي يعني يكبس مثلا شكل ما في رسومات ما في ماده جليز، نحن يعني ضفنا رسومات زخارف عندنا ماده الجليز. نفس الشيء معنا البلاط يعني نبدا ننحت ونرسم في البلاط. ممتاز. هذا طموح وهذه رغبة وهذه غاية تطوير. لكن مشاعل كيف
تحققون هذه الغاية؟ هل بإنكم والله تشاركوا في تجمعات أو إنكم تتثقفوا من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق اليوتيوب وغيره، عن طريق أيضا تجمعكم مع ناس ذوي خبرة ومهارة في هذا الجانب، كيف تطوروا؟ خبرنا. أكيد راح نشارك في مهرجانات أو في ندوات أو أي حاجة. فيعني إحنا طبعا قبل لا نطلع قالوا لنا راح تشارك مرة ثانية. فطبعا احنا قلنا اوكي ان شاء الله تشاركوا في المهرجان قصدي. ايوه ممتاز. في أي كانت مشارككم اكيد مميزه. ايوه ولولا ذلك لما قيل لكم هذه العباره. فان شاء الله يعني عاد بعدين في التقدم وكذا وراح نشارك في اكثر من مسابقات او حاجه. نعم بيان كلمينا عن اخواتنا زميلاتك الموجودات داخل المركز التدريبي هناك في ولايه صحن بمحافظه شمال الباطنه. كيف شايفات رغبتهن، طموحهن، شغفهن أساساً لإنجاز وإقامة والعمل والاشتغال على هذه الحرفة؟ أول شيء لازم يعمل فرح لأن يعني طمحاً ونتقن يعني أشكال مختلفة من الفخار أنهن صبراً وحاولاً يتقنن هذا الشكل. لازم يعني يكون طموحاً فوق يحاولاً قدر المكان أن يفتح له المغلة. أيوة. كمصدر رزق مثلا على سبيل المثال. أيوة كمشاريع منزلية أو حتى كانت على أرض الواقع. أيوة في معنى بنات يعني عندهن مشاريع خاصة في المركز. أيوة. أيوة يعني صنع هذا القحلة الصغيرة الأشياء يعني مشاريع خاصة. نعم ممتاز. طيب مشعل إحنا تكلمنا عن النماذج وعن إقبال وتفاعل وإشادة وثناء الناس لتلكم الأعمال المقدمة من قبل لهم، لكن ماذا عن عملية الشراء؟ هل في ناس والله يحبوا يشتروا مثل هكذا أعمال حرفية؟ أكيد في إقبال؟ أكيد لأن في أشكال عليهم يعني والرسم وكذا هم أكثر شيء يعني جذبهم الرسم عليهم. فيعني أول مرة يشوفوا يعني فخار ينرسم يعني وحتى صارت طلبيات أكثر إنه يبوا كتابة على الفخار. نعم كسؤال أخير بيان، مسألة التقدير إنه والله يجيك زبون معين يقول لك هذه بكم، انت تقولي بالمبلغ الفلاني، ربما احيانا لا ينتقص يقول لا هذا المبلغ اذا كبير بالنسبه للعمل. اعتقد انه هنا تعانوا صح، حالكم حال الحرفيين التقليديين العاملين في هذا الجانب، هم الزبون ما يعرف انه والله انتم هذا العمل الصغير ربما اخذتوا عليه ايام علشان والله تنجزوا، صحيح؟ صح. نحن طبعا واجهنا ذي المشكله وايد في المهرجان. يعني مثلا عندنا الفنجان نحن نبيعه ب 300 بيسه. يقولنا ليش 300؟ نقول له ان هذا يعني صناعه محليه ونحن اللي صانعينه وياخذ وقت وصبرت لان ايوه يعني لان يتقن الشكل لان زخرف كل هذا يحتاج وقت فهو ما يقتنع. والبعض يقتنع، البعض يكون يقتنع. متفهم. أيوة. البعض يكون واعي اساسا لهذه الاعمال الحرفيه. أيوة. احنا سعداء حقيقه بوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح، فخورين بكم وبامثالكم من ابناء عمان اللي فعلا يشتغلوا على هذه الحرف التقليديه كحفاظ على الهوية الثقافية التراثية العمانية المتمثلة في هذا الجانب. شكرا إذن لمشاعل بنت محمد الحاتمية، شكرا لك مشاعل، وشكرا لبيان بنت علي النزوانية. شكرا يا بيان، ملكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى. إذن هذه محطتنا الحوارية مشاهدين الأحبة، وغيرها هناك أيضا محطات حوارية أخرى قادمة في برنامجنا من خلال المشوار الصباحي لهذا اليوم، فخلوكم معنا. غبة القعدان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة واحدة من المفردات السياحية الطبيعية ذات التلال الرملية الناعمة الممتدة والمحاذية لطريق الباطنة السريع، شكلت عامل جذب سياحي للاستمتاع بجمالية المكان وجذبت الشباب والأسر. ها هي اليوم تستقطب العشرات من الشباب لممارسة رياضة المحركات. هذه الرياضة التي تستهوي هذه الفئة ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى المنطقة، لتمثل متنفسا عاما وفرصة لإبراز المهارات والقدرات في قيادة المحركات الكلاسيكية بمختلف فئاتها. اليوم عندنا 60 متسابق من مختلف الفئات، عندنا فئة الجيب اللي 3.6 اللي 3.6 سلندر، وعندنا فئة 6 سلندر المنوع من كل الفئات، وعندنا فئة 8 سلندر المفتوح والستة سلندر توربو من فئة اللي يسموها فئة المفتوح. وإن شاء الله نحن نتمنى إن شاء الله المسابقات القادمة تكون دولية إن شاء الله.
كل عوامل نجاح هذه الرياضة مهيئة، والتي تشير إلى أن سياحة هذا اللون من الهوايات يمكن أن يضيف ناتجاً محلياً بفضل عوامل الطبيعة الجاذبة وتوسط هذه المنطقة بين محافظة مسقط وباقي المحافظات، حيث يتطلع ملاك جيب عمان المنظمون لهذه الفعالية وبعد نجاح التنظيم واستقطاب المشاركة الخليجية إلى أن تكون هذه الرياضة والمسابقة بالتحديد بطولة عالمية. الجماهير الغفيرة التي زحفت وملأت التلال للمشاهدة والاستمتاع ستحفز متابعين آخرين للاستفادة من إمكانات هذه التلال لتنظيم فعاليات أخرى، مما يجعل منها بيئة جذب للعديد من الفعاليات على مدار العام ترفيهية ورياضية على حد سواء. هي عمان إذن بما وهبها الله من خيرات تعد لوحة فنية متكاملة برمالها ووديانها وسهولها وجبالها، وبما أضفت إليها أنامل أبنائها من معالم تاريخية جعلت منها محطة سياحية عالمية هامة. لبرنامج قهوة الصباح، عبد الله بن عامر الويهي. إذا شكرا للزميل عبد الله بن عامر لويهي على هذا التقرير الجميل، واحنا ايضا ما زلنا نطوف بكم من محطة الى اخرى نتجول في هذه المحطة وفي هذه المجلة المتنوعة حقيقة بالكثير من الفقرات. فإلى وقفتنا الحوارية القادمة في برنامجنا ستكون حول المسير الجبلي لفريق حلاحل بني غيث، ابتدأوا تاريخ طبعا 26 يناير الشهر الماضي، ابتدأوا من قرية حلاحل بني غيث بولاية صحار إلى وادي عاهن وتحديدا إلى قرية الأثيل أيضا في ولاية صحار. تفاصيل هذا المسير الجبلي وهذه الرياضة الجميلة حقيقة مشاهدينا الأحبة وفوائدها بوجود أخونا راشد بن محمد الغيثي رئيس فريق حلاحل بني غيث. حياك الله أخوي راشد، سعيدين بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. يا هلا ومرحبا، حياك الله. أيضا معنا أحمد بن خميس الغيثي نائب رئيس فريق حلاحل بني غيث، حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك، سعيدين أيضا بوجودك اليوم معنا في برنامج. وإحنا أسعد، جزاك الله خير أخوي. سنبتدي معك أخوي راشد، يعني المسير الجبلي ما شاء الله حتى شفنا في الآونة الأخيرة هناك الكثير من الفرق التطوعية، من أيضا الجمعيات الأهلية وغيرها تنظم فعلا مثل هكذا مسيرات جبلية، يعني تمسكا بهذه الرياضة المفيدة حقيقة لجسم الإنسان. نتكلم عن فريق مسير فريق حلاحل بني غيث للمسير الجبلي، كيف جاءت الفكرة؟ والله جاءت الفكرة هو حسب القرية التي كنا نسكن فيها. نعم، هو فريق حلاحل بني غيث للمسير الجبلي التابع لقرية حلاحل بني غيث. نعم، موادي الحلتي وولاية صحار. ممتاز. وتبعد عن ولاية صحار 60 كيلومتر عن مركز الولاية. عن مركز الولاية. ممتاز. وهي منطقة جميلة بوفرة مياهها وروادها للسياح وما شابه ذلك. وتأسس الفريق سنة 2015 وبدأ المشاركات في المسير لأحياء الطرق الأجداد والآباء السابقين التي كانوا يتنقلوا بها بين قريتنا والقرى المجاورة لهم. نعم، في حياتهم اليومية ومعيشتهم. نعم، إذن الفكرة العامة من هذا المسير هو فعلا إحياء الطرق التي كان يسلكها الآباء والأجداد فيما مضى، صحيح؟ نعم. ممتاز. طيب أخوي أحمد، يعني هذا المسير الجبلي ما أعتقد في نسخته الأولى، النسخة الماضية كانت ربما أكثر شائقة وماتعة كونها من محافظة البريمي إلى محافظة شمال الباطنة وتحديدا إلى ولاية صحار، صحيح؟ نعم، نعم. كلمنا أيضا عن هذه النسخة. والله هي كانت تجربة جديدة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لي يعني قصدي. ممتاز. التجربة كانت انطلقنا من محافظة البريمي من منطقة ثيب، قرية ثيب،
إلى قرية حلاح البني غيث. الطريق طويل، الطريق يعني لما ديت قيسة من محافظة الإبراهيم إلى ولاية صحار طريق طويل وبعيد جدا، ولكن الطريق القديم اللي كان يسلكوها أبانا وأجدادنا كانت تختصر هذه المسافة كلها. في اختصار، اختصار لها يعني، اختزال للمسافة، يعني المسافة اللي قطعناها احنا تقريبا 23 كيلو فقط، لكن كانت رحلة شاقة ممتعة، فيها عقبات، فيها تعب شوي، لكن اكيد فيها مواقف جدا جميلة، فيها مواقف جميلة جدا. والمشاركين من أبناء القرية، المشاركين من أبناء القرية كانوا ممتاز جدا. ماذا عن المسير في هذه النسخة أيضا أخوي راشد؟ هل أيضا المشاركين من أبناء القرية أو لا هناك أيضا مشاركات أخرى؟ هو والله في المشاركة الثانية طبعا، أيوة المشاركة الثانية تطور الحين الفريق واستوت المشاركات كثيرة، ممتاز، ومن مناطق أخرى دخلوا في الفريق، لكن حسب اشتراطات الفريق التي يقوم بها. نعم صحيح، وكانت المسافة طويلة صراحة 26 كيلومتر. 26 كيلومتر 26 كيلومتر ممتاز. انطلق المسير من الساعة 6:30 صباحا من قرية حلاح البني غيث، ممتاز، وتخللنا الجبال والشعاب والأودية والمناظر الجميلة التي بهذه المناطق، نعم، وكان الأهالي يقطنونها بعض المناطق. نعم ممتاز، تمر عليهم ها؟ نمر عليهم، تسلموا عليهم. أي نعم ممتاز. طيب كم عدد المشاركين تقريبا في هذا المسير؟ في هذا المسير، المسير 42 فرد. 42 شخص، نعم، مشارك في هذا المسير من كبار السن و حتى كبار السن معاكم؟ حتى كبار السن، ممتاز، لأن هذه الطرق قليل أبو يندلها ويعرفها، لازم تستشير كبار السن فيها، ممتاز، لأنهم هم على دراية تامة، فكانوا في المقدمة. ها في المقدمة. طيب أخوي أحمد، يعني هذا المسير والمسافة أيضا 26 كيلومتر، وإحنا نشاهد أيضا على الشاشة مع المشاهد الكريم أيضا ربما لقطات وملامح من هذا المسير الجبلي، أكيد في اشتراطات معينة، أكيد في هناك ربما احترازات، خلنا نقول لا قدر الله حصل طارئ معين، أكيد المؤونة موجودة، إسعافات أولية، مياه، طعام، وما شابه، صحيح؟ نعم صحيح. تكلمنا عن هذا. طبعا مثل ما قلت المسير كان المسافة 26 كيلومتر، مسافة ما بسيطة، تقطعها في 10 ساعات، ممتاز، الاحتياطات واجبة، الفريق موفر ممرضين اثنين في الفريق، ممتاز، كامل معداتهم الطبية اللازمة، إسعافات أولية، إسعافات أولية كاملة موجودة، ممتاز، طبعا المياه والاحتياجات اللي احتاجها كنا وزعناها صباحا على أعضاء الفريق، وعلى مسلطنة أيضا يرفرف، نعم، خفاقا، نعم، في الجبال، هذا على عقبة العنيتة، هي العقبة الفاصلة بين وادي الحالتي إلى وادي صدم وادي عاهن، ممتاز، هذا ممتاز على قمة الجبل. طيب في أيضا يعني تواصل ما بين أيضا الأفراد المشاركين، ذكرنا قبل قليل عددهم فوق 40، كيف تتم عملية التواصل والنظام؟ هل تم تقسيم الفرق إلى فرق معينة أو إيش بالضبط الآلية كانت؟ والله هو كان خط مسير واحد، خط مسير واحد بشكل جماعي، ها بشكل جماعي، نعم، والتواصل بين الناس اللي كانت في المقدمة، في ممرض في المقدمة وممرض في المؤخرة، في تواصل دائم بين المقدمة والمؤخرة عن طريق الأجهزة اللاسلكية، عن طريق التواصل اللي يتقدم واللي يرجع مع الشباب، شوف احتياجاتهم، متى وقت البريك، متى نواصل. جميل. طيب أخوي راشد، في استراحات معينة تعملوها، تقوموا ببعض المناشط، بعض التجمعات، أو لا كان خط واحد بدون توقف؟ لا، هذا المسير نوضع له جدول من أول شيء، ممتاز، ونعرضه على المشاركين إنها المسافة كذا كذا، وتوقفنا يكون في المكان المعين، الاستراحات مكان معينة، وهكذا يعني. كيف شفت تفاعل المشاركين؟ يعني فرحهم، يعني سعادتهم، انطباعهم بشكل عام، وهم أيضا في هذه الألفة واللمة الواحدة في هذا المسير؟ والله كان الجماعة على يد واحدة، وكانوا متعاونين بشكل يثنى عليهم يعني، وكانوا أخوة قبل أن يكون مسير ما مسير وهذه الأمور، ممتاز، وكانوا متعاونين أشد التعاون. الأصداء كيف كانت؟ التفاعل كيف كان؟ الناس هل في متابعة من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؟ كنتوا تبلغوا وتخبروا وتعرفوا الناس أول بأول عن محطات ومراحل هذا المسير؟ هذا المسير طبعا المناطق الجبلية فيها قلة الاتصالات، هذا هو مشيناها، ولذلك يتطلب الحذر شديد، الإعلانات يستوون على بعدين عقب هذا، لأن التوثيق، التوثيق هذا معنى فريق للتوثيق،
للأحياء الطبيعية والأشجار وما أشجار وهذه الأمور وما شابه ذلك. نعم أخوي أحمد، المسير الجبلي هذا الذي أقمتموه وما زلت أيضا مستمرين ما شاء الله، نسخ متعددة وأعتقد هناك أيضا نسخ قادمة أكيد بلا شك. كان هدفه فقط مجرد جمعة والتقاء مجموعة من الأشخاص ويمشوا فقط وإحياء التراث والطرق التقليدية اللي كان يسلكها أبانا وأجدادنا، أو لا هناك ربما أهداف أخرى مصاحبة مرافقة مثلا اللي هي إحياء الرياضة البدنية لدى الشباب، التعاون، التضامن، التكاتف، التغلب على المشاكل وغيرها؟ نعم مثل ما قلت أخوي سيف، كانت البداية مثل ما تشرفت، هي البداية أن كانت تجميع ونمشي وكذا، ولكن بعدين وضعنا أهداف، قررنا أن نعمل فريق هايكينج صحار، كانت وضعنا الأهداف اللي احنا نبيها، أهداف اجتماعية، أهداف سياحية، أهداف ثقافية، أهداف رياضية، جمعنا هذه الأهداف كلها في أساس أن نقيم الفريق هذا. والحمد لله رب العالمين، قمنا مثل الاجتماعية توطيد العلاقات بين الشباب المشاركين. يعني المسير السابق كان عدد المشاركين 15 فرد، الحمد لله بسبب انتشار الحين يعني بسبب انتشار صدى الفريق ونجاحه، والحمد لله أن الفريق طلع بدون إصابات وشيء، الحمد لله ارتفع العدد إلى 42 مشارك. نتوقع إن شاء الله المرات القادمة يوصل إلى 100. الأهداف السياحية إظهار جمالية الطبيعة. وراح أركز على هذا الجانب برجع لك، لكن بعد ما أروح أيضا مع أخونا راشد ويكلمنا عن الفريق، هل فقط الفريق حلاحل بني غيث مختص بالمسير الجبلي أو لا، ويشمل أيضا رياضات أخرى مصاحبة ومرافقة؟ هو الحين كل شيء مختص بالمسير الجبلي وأحياء الطرق القديمة التي كانوا يسلكوها أبائنا، لأنها اندثرت هذه الطرق ما حد يسيرها حوالي من 50 سنة، شيء من الطرق ما حد خطفهن، ولذلك يتطلب يعني ان نحييهن. نعم جميل جدا. نعم. طيب اخوي راشد ايضا، يعني احمد انا ذكرت لك قبل قليل الجانب السياحي، وهذه نقطه جدا مهمه. يعني نشوف في العاده احنا كاشخاص نسلك الطرق المعبده والمعروفه والمأهوله بشكل عام، لكن ان نسلك طرق غير مأهوله اساسا ما حد يمشي فيها، فاعتقد ربما تنور عقولنا الى اشياء جدا جماليه فيها من خلال الطرق والجبال النهار اللي نمر عليها، صحيح؟ واعتقد هذا صادفتموه. نعم. الاماكن مثل ما قلت نمر فيها تقريبا تعود الى الطبيعه البكر مثل ما نقول، لانها قليل اللي يرتادها، قليل اللي يستخدم المناطق هذه، متوفره فيها الطبيعه بشكل يعني خيالي، الاشجار، المكان هادئ جدا. طبعا جزاهم الله خير معنا الشباب من القسم الاعلامي، ما مقصرين. جميل. نعم. يعطيكم العافية وشكرا لكم وشكرا لوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى في النسخ القادمة من هذا المسير الجبلي. راشد بن محمد الغيثي، رئيس فريق حلاحل بني غيث بولاية صحار، شكرا لك أخوي. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. وشكرا أيضا لأخونا أحمد بن خميس الغيثي، نائب رئيس فريق حلاحل بني غيث، جزاك الله خير. أحسنت، بارك الله. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى. بهذا وصلنا مشاهدينا الأحبة إلى ختام محطتنا الحوارية. الآن نروح لفاصل وبعدها نصل إلى مسك الختام، فخلوكم معنا. يستمتع الجميع بتناول العصائر الطازجة والمتنوعة لمذاقها المتميز، حيث تتربع الفواكه الطبيعية بنكهاتها المختلفة على عرش المشروبات المفضلة لدى مختلف الفئات العمرية لمذاقها الحلو المتميز وألوانها المتعددة ونكهاتها المختلفة. وتكفي الألوان الطبيعية التي تكون هذه العصائر الطازجة، فهي تفتح الشهية وتشجع الإنسان على تناولها. وتعد العصائر الطبيعية غنية بالقيمة الغذائية، فضلاً عن أنها تحافظ على التوازن الغذائي وتقي الجسم من العديد من الأمراض، فهي مليئة بالسكريات والسعرات الحرارية التي تجعل منها مصدراً رئيسياً للطاقة من دون إحداث أي آثار سلبية على الجسم فيما يتعلق بمسألة الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، الأمر الذي أثبتته الدراسات الحديثة.
ويمكن لمحبي العصائر الطبيعية الطازجة والمنعشة اختيار ما يحلو لهم من طيف الفواكه الذي أنعم الله علينا به. فها هما عصيرا البرتقال والليمون الطبيعيان الطازجان اللذان ينصح بتناولهما بعد الإصابة بالحمى أو الإنفلونزا لاحتوائهما على فيتامين سي. يفضل تناول العصائر الطازجة مباشرة بعد التحضير، حيث أن الكثير من الفيتامينات تتأكسد فتقل فائدتها الصحية. صباحكم نشاط وحيوية. مثل ما قال زميلنا طلال الكلباني، صباحكم نشاط وحيوية. وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، الملتقى يتجدد يوم غد في أمان الله.